يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا كل يوم أكلة. النهاردة هنعمل طبق لا يختلف عليه اتنين بأشكال مختلفة كتير، وكمان بيبقى معاه الطبق ده حاجة كده بنحتار، يا ترى دي بتتعمل بكده ولا بالطريقة دي ولا بالطريقة دي. النهاردة جايبة لكم أسهل طريقة بأعظم نتيجة. حلقة النهاردة خفيفة كده ولذيذة، بس هتعجبكم، لا وكمان هتبهركم. بعد الفاصل استنونا. خلينا متفقين ان اكتر حاجات بنحبها هي بالنسبه احنا لينا يا امهات الحاجات ما توقفناش في المطبخ كتير، وتكون سهله ولذيذه وطبعا طعمها حلو. بالنسبه للاولاد بقى يا سلام لو كانت الحاجه دي ساندوتشات. بالنسبه للرجاله هم عايزين حاجه فيها رز فيها اكل، فانا بقى هعمل كل ده النهارده بحاجه واحده بس. هعمل لك النهارده احلى شاورما. مفيش حاجه اسمها نجيب سندوتشات شاورما من بره، دي اساسا عايزه اقول لكم يعني خساره فيها الفلوس، صدقوني انا بعملها بطريقه سهله جدا، سريعه جدا، اقتصاديه جدا جدا، وكمان بطرق كتير. يعني الصغيرين عايزين سندوتشات هيحبوها جدا، الرجال عايزين حاجه برز هيحبوها قوي قوي قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه انا محتاجه طبعا الكميه اللي انت عايزاها، انا هعملها النهارده بكيلو صدور دجاج بانيه مقطعاه شرايح رفيعه. هوريكم الشرايح الرفيعه بالنسبه لي يعني ايه. يعني الشرايح دي كده طوليه، شايفينها؟ هي دي الشرايح اللي انا عايزاها. خلاص، يبقى انا محتاجه ايه؟ كيلو صدور دجاج بانيه، اوكي، ومحتاجه معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، ورشه جوزه الطيب، ملح وفلفل اسود، وبابريكا، وزبادي، وتوم مفروم فريش، سبع بهارات، وحاجه خطيره بتدي لها طعم بقى. بصوا كاني بالظبط عاملاها وجايباها من بره، بس بتاعتنا هتبقى احلى وانضف واجمل. هي الصويا صوص وعصير ليمون والخل. طبعا محتاجه ايه بقى مع شويه الشاورما والفراخ دي؟ محتاجه طماطم وبصل وبقدونس وزيت. تاني مقاديري: كيلو صدور دجاج بانيه مقطعاه شرايح طوليه، توم بودره، بصل بودره، جوزة الطيب، ملح فلفل اسود، بابريكا، زبادي، توم فريش مفروم، سبع بهارات، صويا صوص، وعصير الليمون والخل والطماطم والبصل الجوليان والبقدونس والزيت. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مبدئيا كده ينفع قوي ان انا نويت دلوقتي انا هعمل شاورما، اعمليها ولا يهمك. يعني ما ينفعش، يعني مش لازم تتبيل مسبق يا فيفا خالص. يعني ينفع انا نويت اروح عاملاها على طول؟ اه ينفع انت نويتي تروحي عاملاها على طول، بس انا هنا هقول لك لو عايزه تتبليها تتبليها برده وتسيبيها مثلا ساعه ساعتين في الثلاجه برده تبقى حلوه جدا. ما عندكيش وقت برده مش مشكله خالص. طب انا عندي اهي الفراخ بتاعتي، هبدا اتبلها بقى بايه؟ باللي انا قلت عليه، الليمون والثوم الفريش. فدي من الاكلات السهله السريعه اللي تنفع عشوه، تنفع غدوه، تنفع جالك ضيوف على فجاه، الحاجات دي كلها تنفع معانا جدا. وعندي اهو كمان الثوم البودره والبصل البودره ورشه ايه؟ السبع بهارات ورشه جوزه الطيب والبابريكا. ناخد بقى بشوكه اهي، والزبادي. شايفين الزبادي؟ معروف انه بيطري الانسجه جدا وبيخليها ناعمه وبيخليها تستوي بسرعه. وزبادي وفلفل اسود طبعا. عايزه اقول لكم بعملها يعني اي حد يدوقها بتعجبه جدا فعلا، صدقوني من ايدي بيقولوا لي مفيش مقارنه من بره، مفيش مقارنه. وادي الخل، سهله قوي، سهله جدا، بسيطه، ما فيهاش اي افتكاسه ولا حاجه
عنصر غريب ولا لبن العصفور، بس عايزه اقول لكم خطيره اهو. هقلب بقى عندي هنا، حلو لو سبتيها ساعه زي ما قلنا، ساعتين في التلاجة. ما عندكيش وقت هتعملي كل اللي انا عملته ده، بحب احط عليها زيت كمان اهو. واجي بقى عندي التسوية. التسوية عليها عامل كبير جدا. اجيب حاجة عندي سخنة واسعة كبيرة، يعني ما احبش ابدا ان انا الحبة اللي انا عاملاهم الكيلو دول اروح جايبة طاسة صغيرة لوك صغيرة واروح حطهم فوق بعضهم، هتعمل ايه؟ الفراخ هتنزل ميتها ومش هتبقى حلوة خالص، ونستنى ساعات بقى علشان تشرب ميتها تاني، مش صح. الصح ايه؟ اجيب حاجة واسعة كبيرة عندي خلاص اهي، اي حاجة عندي، واروح مسخناها كويس جدا ورشاها رشة زيت. شايفين؟ مش عايزة اقول لكم كأنكم بتشتروا من على عربية شاورما اهي. وانزل، بصوا بقى الصوت اللي انا عايزة اسمعه، هو ده الصوت اللي انا عايزة اسمعه، ده الصوت المتين، ده الصوت الصح. واوزع بقى، اوزع بقى الفراخ بتاعتي، ما خليهاش على بعض ابدا. هو ده الصوت الصح اللي انا عايزه اسمعه علشان الفراخ ما تنزلش ايه الميه بتاعتها، وتكون طعمها حلو وريحتها حلوه جدا جدا، وتبقى شاورما مش فراخ مسلوقه على الروايح. الله الله الله. طبعا كل ده على نار عاليه. انا هشغل كمان العين دي عشان تنجز لي اهي. شايفين بقى؟ هقلبها امتى بقى؟ هقلبها لما احس ان هي اخدت ايه لون من كل جنب، ابدا ايه اقلبها. شايفين البهاريز اللي بتعمل دي بقى هي اللي بتدينا طعم الشوي شويه اهي. بقرب كده، يبقى انا عايزه اجيب حاجه واسعه، ما ينفعش حاجه ضيقه، ما ينفعش احطها على بعضها خالص، لازم حاجه واسعه علشان تديني طعم حلو وما تشدش، وتبقى فراخ فعلا شاورما مش فراخ مسلوقه. طيب اهي، عايز اقول لكم من احلى الاكلات واسرعها واسهلها وانجزها وكل حاجه، واطعمها من الحاجات اللي بحبها جدا شاورما الفراخ يعني. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص انا عندي هنا صويا صوص مش هحطه دلوقتي، عندي هنا البصل والطماطم الحاجات دي كلها مش دلوقتي، وعندي الفلفل طبق سوري البقدونس بتاعي اهو، دول الحاجات اللي انا عايزاهم. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش انا قلت لكم احنا ستات يهمنا ان احنا نقفل مطبخنا بسرعه بسرعه، نعمل اكلتنا ونجري من المطبخ صح؟ طيب والاولاد بيحبوا جدا السندوتشات والاحساس ان هم بياكلوا اكل من بره. طيب انا هعمل ده وهعمل ده، والرجاله زي ما اتفقنا عايزين حاجه برز كده يعني تسد معانا. هعمل لكم بقى شويه رز، هقدم عليه كمان الشاورما، يبقى شاورما فته كده هتبقى حلوه جدا. تعالوا نقول مقادير الرز كمان ونشتغل والفراخ بتستوي معانا. علشان اعمل رز بسمتي للفته، اعمل فته شاورما تحفه، هحتاج ايه؟ هحتاج كوبايتين رز بسمتي طويل الحبه. فيفا ما عنديش يا ستي اي رز عندك، احنا هنلونه. هحتاج كاري، مكعب مرقة خد سوري دجاج او خضروات مش مشكله، ملح وفلفل اسود، شويه حبهان مطحون صغيرين جدا، ورق لوري، بابريكا، عود قرفه، وعيش لبناني محمص سواء في الزيت او معمول في الفرن اللي انت تفضليه. تاني رز بسمتي للفته، هحتاج ايه؟ هحتاج كوبايتين رز بسمتي طويل الحبه، هحتاج كاري وكركم وملح وفلفل اسود ومكعب مرقه دجاج، حبهان مطحون، ورقه لوري، بابريكا، عود قرفه، عيش لبناني محمر او محمص في الفرن على حسب اللي انت عايزاه. اجيب الحله بتاعتي اهي. مش احنا بنروح نشتري طبق الفته الصغنن ده من اماكن كتير ما يفهمش معلقتين ويبقى كله رز اساسا
وشويه ميه نزلته، ويبقى كله رز اساسا، والفته شويه طماطم بصل هما الهيرو بتاعها، والخضار طبعا، وتلاقي اللحمه او الفراخ قليله. طب وليه احنا نعمل كل ده احنا في البيت؟ طيب ادي الفراخ عندي، مش عايزه اقول لكم ريحتها التحفه ازاي، حته حلوه جدا 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 بتستوي اهو في اكبر حاجه، ما فيش حاجه على حاجه، الخلطه بتاعتها اهي ما فيش حاجه على حاجه، واقلب اهي، بقلب البتاع مش بقلبها اهي عشان كله يستوي. طيب هعمل ايه بقى؟ هعمل الرز، اروح احط ايه شويه زيت في الرز بتاعي، وهنزل بيه اللي انا قلت لكم عليه اللي هي ايه، عود قرفه، وكمان ورقتين ثلاثه لوري، الروايح بتبقى التحفه، وكمان هحط رشه حبهان. عايزه اقول لكم الرز بالحبهان لما كنتوش جربتوه قبل كده اسمعوا مني وجربوه، حكايه طعمه بيكون تحفه. وبحطه حبهان بودره لما اكون عايزه نكهه فيه واضحه قوي، وبحطه يعني اللي هم الحبهان الفصوص اللي مش مطحون لما اكون عايزه النكهه من بعيد. انا بحب مع الشاورما تبقى النكهه بتاعتها، يعني دي اكل عربي، بحب النكهه بتاعت الحبهان ظاهره شويه، فبحب احطه ايه زي ما انتم شفتوا كده مطحون. طيب ادي كمان مكعب مرقه الدجاج بحطه هنا في الزيت علشان اعمله كده ويدوب معايا خالص، زيت او سمنه على فكره اللي انتوا عايزينه اهو، شايفين المكعب داب معايا خالص ازاي. هقلب فيه ايه بقى دلوقتي؟ هقلب فيه الرز بتاعي، ادي الرز بتاعي، وهقلب بقى تقليبه حلوه، لفت الحاجات الحلوه اللي انا حطيتها دي والاطعمه الحلوه اللي انا حطيتها دي، وكمان بقى هرش فلفل اسود، كأي ست بيت مصرية مستعجلة بفك على طول الوش بتاع التوابل واشتغل. ويدي الملح، بس مش هحط ملح كتير عشان انا حاطه مكعب مرقة دجاج، فايه ببقى حريصة في الملح لان هي اصلا بتبقى مملحة. وقلب كله مع بعضه وتبقي راضيتي الجميع وانتي مرتاحة جدا، لان الموضوع ما فيهوش اي حاجة صعبة اهي. ادي كده الرز بتاعي اتقلب تمام التمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط اللون اللي انا عايزاه اللي هو الكاري مع الكركم، اولا بيديله طعم حلو جدا، وثانيا لون بقى لون الكاري بقى. وعلشان تنجزوا زي ما قلت لكم انا حطيت ايه رز هو اصلا اللي هو الاصفر مش الابيض. الله على الريحه بقى، الله على الريحه. تقلبت الرز دي انا قلتها لكم قبل كده، ليه بحب اقلب الرز شويه على النار؟ لان ده بيحصر النشا فيه، ما بيفنشرش مني قوي، وما بيعجنش، وما بيشربش ميه كتير، بيبقى سواه مظبوط ومفلفل، والحبايه ملهاش دعوه باختها كده، بيبقوا الاتنين عارفين متخاصمين. لكن عدم تقليبة الرز في شوية الزيت والسمنة دول ما بيحصروش النشا، فبيخلوها تفنشر مننا بالزيادة، بيخلوها كمان تشرب مية كتير، واحيانا يعجن مننا. الطريقة دي اعتمدوها على طول، مستحيل الرز يعجن منكم. خلاص كده عملت الرز الخطير بتاعي بالتوابل الحلوة دي، احط بقى ايه المية واقلب اهو، واغطي تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ ده احنا انجزنا جدا، احنا تقريبا شبه خلصنا. الافكار التقديم بقى، واحط امتى الطماطم والبصل والحركات دي كلها، وايه اللي فاضل لي هنا وهنا، وهقدم ايه جنبهم بعد الفاصل. استنى
ورجعنا لكم. بصوا الفراخ بقى الصوص بتاعها ما فيش، ما اخدتش وقت خالص خالص، ما فيهاش اساسا ميه ولا فيها اي حاجه شايفين. وما بحطش بقى الخضار غير لما بتكون عندي استوت تماما. انا بقى بحبها شيء، بصوا لازم يكون ايه، فيهاش ميه خالص، ما تنزلش ميه، وطعم الشوي كده فيها من غير ما اتعب نفسي خالص. اهو هعمل ايه بقى دلوقتي، هروح جايبه ايه كله كده على جنب بعد خلاص ما استوت، بعد ما استوت عندي مين الفراخ اهو على جنب كده، وابدا انزل ايه بقى على جنب هنا البصل. تمام، وسعيد فين الطحينه لو سمحت، والطماطم شايفين ادي ايه البصل والطماطم، واقلبهم بقى على جنب. يتبلوا قليلا، مش عايزاهم يتبلوا قوي. اهو شايفين لفه كده بس. وطبعا اروح ايه هنا منزله الصويا صوص، مهم جدا الصويا صوص ده، مش عايزه اقول لكم بيخلي الطعم عامل ازاي. سعيد الطحينه لو سمحت. خلاص الصويا صوص، قلب ماشي اهو مع بعض كده كله على نار عاليه اهي، بعد ما البصل اخد تتبيله بسيطه جدا. بصوا لونها بقى عامل ازاي من الصويا صوص، لو طعمها كمان بيبقى التحفه. طب مفيش صويا صوص خلاص مش مشكله، بس هي بتخلي طعمها قريب قوي قوي للي بناكلها وبنبقى مبسوطين بيها بره. انجر شاورما كتير قوي. طبعا بعمل ايه بقى هنا، رشه البقدونس الحلوه. اول ما برش رشه البقدونس دي على طول بنقول ايه، ده الشاورما جهزت، الشاورما جهزت. اهو انضف كل حاجه. بصوا الله الريحه طلعت، وادي الرز بتاعنا بيبقبق وبيستوي. واحط بقى ايه شويه كده، واحط الطحينه. الريحه خطيره، الريحه تحفه. اعملها لكم بقى في عيش صاج سوري زي ما بناكلها بره، هيعجبكم بقى ويكون مقرمش كده، خطير خطير خطير. طيب انا كده هنا خلصت. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي، يجي وقت مين التوميه. تعالوا بقى اقول لكم على التوميه بتاعتي الرهيبه اللي مش عايزه اقول لكم، سهله جدا، بتديني كميه حلوه جدا، بعملها وبحطها عندي في التلاجة جنب اي اكله، بطاطس محمره، شاورما زي دي، تقعد معايا مثلا 3 ايام 4 ايام، حلوه قوي قوي، هتعجبكم قوامها. انتوا اول ما هعملها تقول لي ايه ده فيفا بالظبط، ده انت كده ايه وصلتي للتركه بتاعتها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج ايه، هحتاج نص كوبايه نشا خلاص، وكوبايه ونص ميه، نص كوبايه زيت، معلقتين كبار خل، 4 فصوص ثوم، عصير ليمون، نص بطاطسايه مسلوقه تاني. حاضر اهو. هحتاج ايه، هحتاج نص كوبايه نشا، كوبايه ونص ميه، نص كوبايه زيت، معلقتين خل، 4 فصوص ثوم، عصير ليمون، نص بطاطسايه مسلوقه. رقم واحد كده انا هروح اجيب ايه، ادي الطحينه بتاعتي اللي وصلت. بصوا بقى اقلبها كده عشان ما تبقاش فيها زيت مفصول عن اي حاجه. طبعا شاورما يعني طحينه صح،
بحطها خام 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 على الطحينة. بصوا بقى كده، الله، خام على الطحينة. ما بعملهاش اي حاجة لان انا خلاص الطحين الشاورما بتاعتي الطحينة خام على الشاورما. انا الشاورما بتاعتي متحيقة مظبوط، محطوط لها خل وليمون وكل حاجة. نعم، مش سامعين، قولي كده تاني. طيب هروح اهو مسحة كل حاجة. ويه، تعالوا بقى نشوف التومية الخطيرة بتاعتنا. هجيب طاسة واحطها على النار. انا هشيل ده خلاص كده. الشاورما بتاعتي تمام كده جدا، احطها هناك اهي، واجيب طاسة واحطها على النار. خلاص هحط فيها النشا مع المية، بس الاول ادوبهم بره اهو. النشا مع المية، وعملهم عجينة. ايدي عمالها تشيل. اقلب اهو النشا على البارد طبعا الاول مع المية. خلاص كده داب كل النشا معايا اهو. هروح رفعاه على النار ومقلبة اوكي لحد ما يبقى عندي عجينة شفافة. لحد ما يبقى عندي عجينة شفافة اهي. الرز كمان ابص عليه بصة سريعة واقلبه. ريحته حلوة قوي اهي. بصوا بقى اهي، عمالة هلاقيها بتعمل معايا حاجات شفافة كده. هي دي اللي انا عايزاها، هي دي اللي بنعمل منها ايه اصلا، التومية العجينة دي، هي دي الاساس، هي اللي بتديني القوام وبتديني اللون. مش احنا بنعملها كتير مش لونها مش قوامها يا جماعة، ناقصها حاجة. هو ده السر بتاعها، الخطوة دي، النشا اللي بنسويه بالمية. بصوا بقى عمال يعمل معايا ازاي. بصوا 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 بصوا، شايفين اهو ده اللي انا بتكلم فيه اهي. مسكت معايا اهي، مسكت معايا، هي دي العجينة اللي انا عايزاها اهو. استوى النشا، هو ده القوام اللي انا عايزاه، شايفينه، هو ده سر ايه، التومية. بس كده اهي، شايفينها بقت عاملة ازاي، بدأت بقى تلزق، اروح رفعاها اهو، هي دي، اروح رفعاها من على النار. وجايبة ايه الخلاط بتاعي اهو، ويحط فيه التومية دي، النشا اللي انا عملته اللي هو اساس التومية اهو، حطاه وحط معاه ايه بقى، مش انا قلت لكم اساسها توم، زي ما على قد ما بتحبوا التوم حطوا، على قد ما بتحبوه حطوا. ونص بطاطسايه اللي انا قلت لكم عليها مسلوقه، نص بطاطسايه المسلوقه، وخل خل خل مهم جدا. خلاص، وانا حطيت عصير ليمون وكمان هحط الخل، حطيت عصير ليمون وهحط الخل، وهحط ايه كمان، ميه، مش انا قلت لكم كوبايه ونص ميه، حطيت نص منها فين ساعه وانا بسوي النشا والنص التاني هنا، واضرب بقى
بصوا بقى انا ضربتها. دلوقتي بقى الزيت، الزيت هنزله ايه؟ الزيت في ايدي اهو والخلاط شغال ماشي، سرسوم اهو، سرسوم عشان يديني قوام التومية. بس كده بصوا عمل ازاي، عقد ازاي، بقى تقيل ازاي، هو ده قوام التومية الصح. خلاص كده انا خلصته. بصوا بقى تعالوا شوفوه عامل ازاي، شايفين قوامه عامل ازاي؟ بصوا 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 التومية دي التومية الصح اهي، ولا ريحتها بقى، ريحتها التحفة. خلاص اجيب طبق تاني واحط فيه، طبعا ده غير ان احنا هنحطها في السندوتشات بتاعتنا. بصوا بصوا قوامها عامل ازاي، شايفين الزيت ظبط القوام بتاعها ازاي والنشا وريحتها التومية خالص كمان. ننضفه. وزعه بشوكة ماشي كده. خلاص عندي التومية جهزت لأحلى سندوتشات هنعملها مع بعض بعد الفاصل، استنونا. تعالوا بقى نرصص الاكل بتاعنا ونرصص سفرتنا. ده عيش ايه؟ ده عيش صاج. مش عايزه اقول لكم يعني اختراع يا كوتش. ليه بقى بجيبه واروح حطاه كده عندي وهو متني؟ خلاص اهو هو كده اصلا، خلاص هو كده، اروح تانياه بالشكل ده اهو خلاص، واروح عامله ايه، اروح واخده التوميه الجنين بتاعتي هروح مرصصاها كده، فرشاها فرشة حلوة، واروح اجيب البطاطس، شوية بطاطس محمرين عندي هنا اهو، اروح مرصصاهم هنا عندي، واروح جايبة بقى الشاورما اهي وحطاها في الساندوتشات. الروايح هنا حلوة قوي، واعمل ايه؟ الروايح هنا التحفة. اعمل ايه بقى؟ شوية خيار مخللين واروح عاملاهم كده اهو، شايفين؟ واروح عاملة ايه؟ جايبة دي كده وجايبة دي كده ولفة بقى اهو اهي، شايفين؟ عندي هنا طاسة احط فيها شوية زيت، طاسة سخنة احط فيها شوية زيت خلاص، واروح حاطة عندي هنا الرغيف ده. اتفرجوا على القرمشة الرهيبة. نعمل تاني عشان ده يبقى عليه اقبال تاريخي يا فندم، هيبقى عليه اقبال تاريخي يا فندم. ادي الرغيف اهو خلاص. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح قصاه نصين كده تمام، واروح عامله ده كده اهو وده كده برضو، بيكون ايه اهو السمبوسك هي اللي فوق، واروح حاطه الشاورما بتاعتي الخطيره اهي، شايفين؟ وطبعا صوص التوميه الرهيب، وعندي هنا فلفل هالبينو كمان، يا سلام لو موجود
للناس اللي ما بتحبش بقى بطاطس مش هحط لها بطاطس، الناس عايزه تستمتع بيه كده صافي اهو. واروح عامله كده اهي، واروح نازله بيه فين هنا. بصوا اخد لون وقفل. اختراع يا كوتش العيش الصاج ده هيعجبكم جدا حقيقي. ولو عندكم بقى ضيوف الولاد صحاب الولاد جايين اعملي لهم الساندوتشات دي هيشكروكي وهيطيروا بيكي وهتبقي احلى طنط في حياتهم. ادي شاورما تاني واروح ايه قافله كده اهو، بحطه تاني عندي فيه هنا. طيب ممكن بقى عيش كايزر عادي جدا، ما هو مش لازم هعمل عيش صاج، اجيب العيش الكايزر وافرشه ايه توميه جهنميه هتعجبكم جدا، مظبوطه ظابطه مش ممكن. واروح اجيب الشاورما بتاعتي واروح حطاها. حاضر، بصي احنا عمالين نتوصى ونعمل اشكال والوان، كل ده بكيلو بانيه واحد. ارصص هنا ايه الساندوتشات اهو، نعمل تاني. والشاورما طبعا هعملها دلوقتي. بصوا ياخد لون اقلب، شايفين ياخد لون اقلب. بصوا بقى ده يعني هتحبوه كبير صغير راجل، يعني هتحبوه جدا جدا جدا. احط هنا تومية، ممكن احط ايه خيار مخلل، فلفل هالبينو زي ما انا عايزة، واحط اهي الشاورما بصل، كله متغذية. شايفين الساندوتش عامل في ايدي ازاي؟ واروح احطه جنب اخوه. ماشي، شويه بقى اهو، شويه بقى بطاطس محمره جنب كل طلب يطلبوه منك اهو، غذيهم بقى سندوتشات يعني للصبح، شويه بطاطس محمره. طيب نعمل ايه؟ تعالوا نشوف ده خلاص كده جهز معايا الرغيف العيش الصاج، بحبه محمص جدا جدا جدا، قرمشه كده بيبقى حكايه حكايه حكايه. تعالوا نعمل عيش فينو. بصي ايوه انا مش عايزاكي يعني تبقي يعني انا قلت سقفه يبقى مفيش صاج، لا شغلي نفسك باي حاجه. ثانيه واحده، التوميه جهنميه اهي، فلفل هالبينو بقى لو عايزه، يعني اذواق، شويه بقدونس لو حابه، والشاورما. بصوا الساندوتش عامل ازاي، ساندوتش مش عايز حاجه. حاضر، بصوا الحركات دي، ونروح حاطينه كده اهو، ونقول لحبايبنا ولادنا اتفضلوا. طيب ده خلص كده معايا، بصوا عامل ازاي خطير، هطلعه الله محمص ويجنن، هيقولوا لي انت حريه بتشتغلي بايديكي، ما انتوا عارفيني خلاص من زمان. وراح اجيب البلانشه الحلوه بتاعتي اهي، بصوا بقى سامعين الصوت، سامعينه عامل ازاي، اقطعه بقى نصين وتستمتعوا بقى باحلى شاورما اهو. ايوه سموه بقى ايه زي ما انتوا عايزين. بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي تحفه، وكمان شويه بطاطس اهو جنب كل حاجه، البطاطس المحمره، وادي لو حد عايز توميه احنا عندنا هنا ايه توميه في الاطباق
طيب اعمل ايه تاني؟ تعالوا بقى نعمل ايه الفته بتاعتنا. الفته بقى دي هتبقى بالنسبه لهم ايه ايه الحلاوه دي؟ انت مش سايبه لنا اي حاجه نقول لك انت ما عملتيش ده ليه؟ طيب الفته هعمل ايه؟ هجيب اهو اكبر حاجه عندي واملاها عيش محمص او مقلي زي ما انت عايزه. خلاص، وعندي الرز هنا اللي استوى، واروح نازله بيه ايه على الرز على الروايح اللي تجنن. ريحة الرز يعني بصوا عالمية، هتعجبكم جدا. واحنا مش حاطين له اي حاجة، ده احنا حتى عاملينه بزيت، لكن ايه اللي لاعبين بيه؟ شوية التوابل اهي. اعمل كده بقى عشان اطلع ده هنا وادي ده. شايفين شايفين الحاجات اللي ملعوبة بيه لعبة بالتوابل ازاي؟ اروح جايبة بقى دلوقتي ايه الشاورما بتاعتي الخطيرة واروح حطاها. شايفين احطها بقى على الرز، احطها على الرز. ايه رايكوا؟ بصوا عامله ازاي. بافكار كتير بكيلو واحد عملنا كام حاجه كام حاجه. ايه اللي يعجبك بقى تعمليه؟ ممكن بقى نرش شويه فلفل حاميين كده هلبينه كده حلوين. شكرا يا سعيد. نرش شويه خيار تحفه. نرش ايه بقى يعني ايه؟ ممكن نعمل كده بس كده يعني اللي هو ايه على الجناب، واللي عايز هياخد بقى منها وهيحط في الطبق. واحنا عندنا هنا كمية تومية، بصوا عاملينها ازاي بمقدار بسيط قوي قوي. معلش بقدونس لو سمحت. ماشي ادي كمان رشة البقدونس بتاعتنا. ايه رأيكو بذمتكو؟ ايه رأيكو في الافكار؟ مش حلوة وعملنا منها حاجات كتير ومختلفة، واللي بيحب ده نديله واللي بيحب ده نديله. احنا مش حارمين حد من حاجة. هو احنا ازاي بنقدم على رمضان؟ مش كل سنة واحنا طيبين؟ اهو اهي عايزة اقدمها لكم تشوفوها. ماشي اهي نحطهم جنب بعض علشان يبقى شكلهم الطف. ماشي يلا اهو حيل. انا اسكتي احنا ازاي بنعمل ده؟ ماشي كل سنه. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا الشاورما بشاورمة الفراخ بكذا طريقه. عملنا ايه؟ عملنا فته، عملنا العيش الصاج وحمصناه وشفتوا طالع تحفه ازاي ويجنن ازاي. بصوا عامل ازاي، انا بعشقه بيه. بصوا 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 يجنن. بصوا حشوات شايفين، توميه بقى مع الشاورما مع البطاطس، وهو كده مقرمش خطير خطير. وكمان عملنا ايه؟ عملنا فينو وكايزر، وطبعا اهم حاجه الفته الرهيبه دي والتوميه الجهنميه، علشان دي بيبقى عليها ايه بقى يعني اللي هو احنا مش عارفين نطلعها ازاي، وهي ازاي مختلفه، وهي ليه مش زي بتاعت بره. اظن كله دلوقتي واضح قدامنا. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، بكره ان شاء الله هتستنونا في حلقه جديده بقى. هتلاقونا لا هتلاقونا على قناتنا تين تي في في برنامجكم كل يوم اكله من واحده لاثنين. هتوحشوني جدا. باي باي.